جهود الدولة في مجال الزراعة. بتوجيه من الرئيس السيسي في ديسمبر 2015 تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,200,000 فدان ضمن استراتيجية الزراعة 2030، مشروع مستقبل مصر بمساحة 1,050,000 فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة. أطلقت الدولة مشروع تشكى الخير بمساحة 1,100,000 فدان في إطار محور التوسع الأفقي. عملت الدولة بجدية على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة في شمال ووسط سيناء، إطلاق مشروع 100,000 صوبة زراعية بمنهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة لتوفير غذاء آمن، إطلاق المشروع القومي للبذور بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية وإنتاج التقاوي محلياً، زراعة ما يقارب 2 مليون بإنتاجية يصل متوسطها إلى 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية، تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات المناخية وتفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين. جهود الدولة في مجال الزراعة.